المشكلة طبعا هي من سنين وبتتراكم وبتزداد من فترة لفترة من تعقدات ومن حل جذري لهذا الملف. اليوم احنا تقريبا 69 قسيمة نعرف شو المصير وين مصيرنا وين صفينا. اللي بتحكي انت عن الناس اللي دفعوا دم كلبهم، اللي احنا بنعرف وين الارض تبعتنا. انا بطالب بلدية ام الفحم وعلى رأسها الشركة الاقتصادية، بطالب المسؤولين في البلدية انهم يشتغلوا على هذا الموضوع 24 ساعة بدون كلل ولا ملل. ممنوع هذا المشروع يوقف لانه في ظلم وقع على اصحابين القطاع. احنا ما لناش ذنب بهاي الاشكاليات وما لناش ولا اي تصل بهذا الموضوع. احنا ناس بكى في مناقصة نزلت من بلدية ام الفحم وشركة الاقتصادية ومن دائرة اراضي اسرائيل. احنا كتمنا زي اي مواطن، زي اي شكونات في ام الفحم، مثل شكون عن ابراهيم، مثل شكون الظاهر، مثل شكون عن جرار، بدون اي اعتراضات. احنا ما لناش منفوتش بهاي المواضيع. احنا في إلنا حق، فزنا في القصائم، دفعنا حقهم، اجبرونا خلال فترة وجيز ندفع حقهم ودفعونا ربيوت عليهم، طبعا الفائض والربيت ولا الاشياء. واحنا اليوم اخذنا قروضات من البنوك ومن هون ومن هون، وبعنا ذهب وبعنا سيارات وبعنا املاك عشان نوفر حق القطعة. واليوم انا بعرف شو وين قطعتي، هاي مشكلة وهذا ظلم وقع علينا. احنا من ناشد اي انسان يرفع الظلم عنا، احنا من ناشد بلدية ام الفحم ترفع الظلم عنا، من ناشد الدكتور سمير نترجاه. توجهت لبلدية ام الفحم؟ البلدية بتقول لك انتم مشكلتكم مع المنهال. احنا اليوم في عنا محاكم، اليوم احنا منقدرش نحكي مع المنهال لانه فيش صلة، فيش خلينا نقول اتصالات، لانه احنا مواطنين عاديين ما منقدر نروح نصل المنهال. نصل المنهال بس عن طريق المحامي. انا بسكن بالايجار من 18 سنة وبدفع ايجارات، وصراحة هذا ظلم كثير. يعني انا اليوم ابني عمره 18 سنة يعني طبعا، واللي بعده عمره 17 سنة يعني، برضو اليوم اولادي شباب كدي من جيل اليوم اولادي. مطالبنا، انا بطالب الدكتور سمير الشركة الاقتصادية ادارة بلدية ام الفحم تشتغل على الموضوع 24 ساعة. ممنوع توقف لانه لازم حدا من البلد، من الناس العاكلة في البلد ترفع الظلم عنا. احنا ناس انظلمنا ومظلومين يعني، خلص لحديت هون بكفي. احنا في 2017 كان في مناقصة بام الفحم، في بلدية ام الفحم والشركة الاقتصادية. المناقصة هاي طبعا احنا قدمنا عليها وفتنا عليها، طبعا بكى عدد كبير بالمناقصة. احنا 69 شخص اللي فزنا بالمناقصة هاي. وبال 2019 شهر 3 دعونا لدائرة اراضي اسرائيل في حيفا على اساس ننكي النمر اللي فزنا بيها، كل واحد ينكي نمرته. بعد ما نكينا النمر وزعوا علينا السندات، يعني سندات الدفع. وطبعا سندات الدفع هي أرغمونا فيها وأجبرونا ندفعهن بخلال شهر، خلال 30 يوم، وعملنا يعني المستحيل مشان ندفعهن. طبعا بعد ما دفعناهن وخلصنا بال 2019 شهر 6 فات حيز التنفيذ المشروع، يعني المشروع لازم بكى يبلش بال 2006. فبكى هناك إعاقات ومش إعاقات، الحرفية طالت لحد الآن. يعني احنا لازم بكين نسلم القطع بال 2021 شهر 6، سنتين بعد ايش؟ بعد ما انت قدمته عمليا، انت قدمته بال 2017 للقسائم اللي احنا القسائم قدمنا بال 2017 ولازم تاخذوها بال 2021. لل 2019 بكى في خربطه في الوراق في المناقصه، وابطلوا المناقصه الاولى وردوا عملوا اخرى مناقصه. فصار هناك في اللي ما فازوش بالمناقصة الثانية عملوا وقدموا التماس للمحكمة، وطالت المحكمة تقريبا حوالي سنتين. بالآخر الجماعة يعني مع احترامي إلهم يعني تنازلوا عن حقهم وقالوا إحنا بدناش نعوك المشروع، لأنه إحنا الأغلبية اللي بدنا نعوكهم وإحنا أقلية 2-3-4 يعني. وبارك الله فيهم يعني هذول الجماعة اللي تنازلوا عن حقهم. فبال 2019 بشهر 3 رحنا إحنا واخترنا القسائم وأرغمونا خلال شهر ندفع، قلت لك السندات. طبعا هاي الفترة السنتين دفعونا فوائض وتأخير كل واحد ما يقارب 50,000 شيكل. يعني أنا شخصيا دفعت 50,000 شيكل هاي الفترة اللي بكى فيها محاكم سنتين. على أي أساس أنا فزت بال 2000
2017 بكى في سعر، بال 2019 زادوا السعر 50,000 شيكل، كنا ما علينا دبرناهن ودفعناهن الحمد لله. هسه من ال 2019 شهر 6 لل 2021 بخلال 24 شهر لازم بكوا يسلمونا القطع. هاي احنا بال 2023 اخرى شويه بنفوت بال 2000 فتنا بال 2023، يعني هاي انا تقريبا سنتين يعني طالعين عن الوقت اللي لازم اللي بكوا يسلمونا فيه، يعني 4 سنين احنا بالانتظار، وسنة لورا هاي 5 سنين، 5 سنين انتظار او 6 سنين من 2017 احسبها. احنا بنوجه الاتهام لثلاث جهات، بلدية ام الفحم، الشركة الاقتصادية، دائرة اراضي اسرائيل اللي هي سوقت الاراضي لبلدية ام الفحم. هسا شركة الشركة الاقتصادية هي الجناح المنفذ، هي الهيئة المنفذة لمشاريع بلدية ام الفحم، هي الهيئة التنفيذية وهي مسؤولة، مسؤول كبير. هسا هم يعني للأسف الشديد بتهربوا من المسؤولية، بقول لك احنا مش مسؤولين. للأسف الشديد قبل اسبوعين جماعتنا طلعوا على البلدية وراحوا يطالبوا بحقهم، واحنا طلاب حق، احنا اصحاب حق، راحوا يطالبوا بحقهم. المسؤولين في البلدية والشركة الاقتصادية بقولوا يا عم احنا مش مسؤولين، روحوا لدائرة اراضي اسرائيل. هذا مرفوض جملة وتفصيلا، انتوا اللي مسؤولين وانتوا اللي كنتوا بالمشروع، تقدروش تتملصوا من المسؤولية، تهربوا من المسؤولية. هل يا ترى، سؤال عندي، هل يا ترى لو انك سلمت بلدية ام الفحم، لو انها سلمت المشروع بالموعد واتممت المشروع وفي علي انا شيكل دين، في علي شيكل دفعت 1,000,000 شيكل، لو في ظل علي شيكل دين، هل يا ترى بلدية ام الفحم بتسامحني وبتسلمني المشروع، بتسلمني قطعة الارض؟ بتسلمنيش قطعة الارض، بتقول لي ادفع الشيكل وبتسلم قطعة الارض. فما بالك انا اللي دافع 1,000,000 شيكل وبعرفش حالي وين، انا بعرفش وين مصيري، وهذا انا بحكي لك باسمي طبعا، باسم الجميع، انا مثلي في اخرى 69 واحد، في ناس قاعدة بالايجار، في ناس اخذت قروضات، في ناس اولادها بتستنى ايش، بدها تتجوز، بدها تفتح بيوت. انا احد الناس اللي في عندي شباب بدهم يتجوزوا بدهم يفتحوا بيوت. شو مطالبكم؟ احنا مطالبنا طلبنا معروف شو هو، سلمونا الاراضي اللي دفعنا حقها. شو كيف شو بتعملوا؟ حلوا المشاكل، في مشاكل حلوها.